ايه ده؟ اوه شعري. شعري ايوه طلع امبارح. طلع امبارح ليه صبر؟ بجد شعرك؟ طبيعي. طبيعي بجد؟ اهو طبيعي فعلا يعني؟ كل ما اقصه ايه؟ بجد والله. وبعدين في الصيف ينفع. ازاي؟ مروح؟ ايه؟ لا هاي طبيعي؟ بيني وبينك؟ سافرت لندن عملت زرع شعر في باريس لسه جاي من المانيا. دكتور هندي كده. انت كنت فين؟ كنت في السويد. ايه مش مصدق؟ لا مصدق يا فندم. بس سؤال بقى. هل متين؟ متين اساله. اوه ده عملوا اختبار قوه للشعر. اختبار قوه؟ طبعا ربطوا الشعر ده بحبلين ومعطوره تجري كده وتريلا تجري كده ان شعر الباشا يتحرك فسو او سفو او شفحه. مفيش زي متين ده غير خلص. طياره هليكوبتر. بحب. ايوه يا فندم. مقطوره كده والتانيه كده. والطياره كده طلعت بيها. ايوه صح. مفيش حاجه خالص. طبعا ما طبعا لندن وباريس والسويد وبتصرفوا. ما انتوا معاكم فلوس أكيد. لازم التريلا تجري كده وتتقلب والتريلا تجري كده وتتقلب والطياره هليكوبتر بتعملي كده. ما انتوا معاكم فلوس. معاكم فلوس يا عم. مش هتفلوس عندي في ايدك. ظبطها له بقى كده. ايوه حاجه ايه ده كده بقى باظه. مهند ده كده نور. مش عايزه. انت حضرتك ليه عندك اعتقاد ان انا بحسد؟ يا راجل ده انت الحسد يقول لك يا حسد. خميس ده انت دافع معاك الاسبوع كله. خميس الجريده والمطبعه والخزنه والحاجات كانت عنده. عادي يا مرسي ده غير المحطه الفضائيه. مالها انا سايبها شغاله. حتى قلت لي في التليفون في قمر كبير قوي بيبس. اول ما قلت كده القمر وقع ومعاه نجمتين. لو النبي ببصه وقع القمر اعبطك عليه. لا من النهارده ورايح خلاص. دكتور رضا بيشتغل معايا. هتشغله بايه معاك ده؟ يا فندم انا كنت هتشغلني. بس ما قلتيش هشتغل ايه. ايه حسد وقراك. اي حد بيكهن. انا موافق. هقبض كام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه مش انا اللي هقبضهم لك. ده هو دكتور رضا من النهاردة استلمت الشغل. تحت أمرك يا فندم. أنا الجريدة بتاعتي بتطبع 3000 نسخة. 3000 نسخة؟ كانت بتطبع. كانت. ليش أرقام كبيرة في وشي؟ دي جريدة منافسة ليا. طلعنا في التقرير. بتطبع 45000 نسخة. أنا بكره الجريدة دي. استلم شغلك. ده أكل عيش. دي ورقة. سيبه يركز. 45000 نسخة. بيكسبوا جامد قوي. الو بيكسبوا جامد. الجريدة ولعت. الجريدة ولعت. نعم من النهاردة انت المدير وانا موظف عندك. يا نهار اسود وبين ببصة في ورقة ولع جريدة. ده انت جبار يخرب عليك. الواد ده بينق عليك. انا سايبه عشان خاطرك. ربنا يتولى ولاده. لا 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 انا هقفل بجلدي ملهاش حل. مساء الخير. اهرب من قدري اروح على فين. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك بتلعب رياضه معينه؟ لا 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 ما تتكلمش عن الرياضه. انا كل يوم في الجيم. بايت رايح حديد. طبعا واضح ان صحتك حلوه. بوم ها يلا. ايه ده هطلع نار من بقي ولا ايه؟ واضح ان صحتك حلوه. بوم ها ايه في هندس عليك وانت صدقته يا موسى. في هو البوليس بره الليسته ولا ايه؟ حاول تاني بعزم. ايه ده مساء الخير. مساء النور. حضرتك ظابط صح؟ ايوه. اصل باين عليك العينين عينين صح. 6/6 شارب. لو حصل اي حاجه للعين ممكن تروح. ايه جهاد انت فين يا جهاد؟ الحال يا مرسي بيه العيد راحت. لا اله الا الله. موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه. لا محتاج عملية ولا زرع ولا غير. حاول يا ناس. الرقبة رقبة وحش. ما هي الرقبة عشان وانا بطق. الدراع دراع مصارع. عشان وانا بطق. يا الظهر ظهر اسد. لا 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 لا. الوسط وسط رعاصة. كفاية. انت ايدك جامدة ليه؟ انت طويل قوي. جالك شلل.
هتاخد معاش على قلبك قد كده يا جامد يا جامد يا جامد يا جامد يا جامد يا جامد. انت زعلان ليه؟ ابوس ايدك يا ابني، احسدني وقول لي يا قصير. انت قصير ليه؟ الحمد لله الله العظيم، انا اللي صلطته عشان انتقم منك ومن ابوك.